السؤال ابيض. ايش هو البلانز والايديز معك للمستقبل ان شاء الله؟ اللي هو الافكار نعم. والخطط للمستقبل نعم. بالك وطبعا ما فيش حد يقدر يعيش من غير فكره ومن غير خطه للمستقبل. طول ما بتشتغل كل يوم، طول ما بتتولد ليك افكار تحاول تحققها خلال الاحلام اللي بتحلم بيها. بمعنى ان احنا بعد ما بدأنا في العمل الاغاثي من 32 سنة اصبح العمل الاغاثي بالنسبة لنا روتيني، ودلوقتي بننتقل لحاجة اسمها العمل المجتمعي اللي هو نربط الجمعيات بعضها ببعض، نؤهل الجمعيات، نعلم الناس حقوقهم، نقول لهم واجباتهم ايه، سواء على المستوى الوطني المحلي او على المستوى الدولي في العالم الخير. عمر الفكر ما يقف الا بموت المفكر. يعني دايما الانسان في حياته بيفكر، لكن كم فكرة من هذه الافكار تستطيع تحقيقها؟ الفكرة زي الحلم، والحلم يحتاج لتحقيقه انك تحقق من خلاله مجموعة من الاهداف اللي بتتكلم عنها. فالاهداف اللي هنتكلم عنها دي بتحقق الحلم الكبير اللي المجتمع او الوطن او الأسرة إيه بترى الثمار بتاعتها. أنا شخصيا بالنسبة لي كان عندي حلم إن احنا نعمل منظومة إعلامية، منظومة فكرية تبقى متخصصة فقط في التفكير، متخصصة فقط في الأبحاث، لأن احنا كمسلمين خاصة العرب متخلفين إلى النخاع في العمل البحثي والعمل الفكري. منظومة إعلامية ليست تلفزيون أو إذاعة، لكنها منظومة إعلامية تخلق مناخ إعلامي يستطيع أن يبرز الثقافة العربية والإسلامية من خلال القنوات أو الإذاعات أو إلى آخره. لكن المنظومة دي بتحتاج إلى مفكرين مبدعين يستطيعوا أنهم يضعوا أبعاد رؤية هذه المنظومة. أمور البحث، أمور الفكر، أمور الإعلام، أمور التخطيط دي شيء إحنا نفتقد ليه، وأتمنى من الله سبحانه وتعالى إنه يجعلنا قادرين على تحقيق هذه الأحلام والأمال. شكراً.